أخبار الصبيحة، أهلا بكم. من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 للنقاش اليوم على نواب الشعب. تطمينات من الموالاة تقابلها تحذيرات لما سيخلفه هذا القانون من عواقب وخيمة حسب المعارضة. تقرير لنادية مازوزة. يؤكد نواب الموالاة عشية مناقشة قانون المالية 2017 أن الزيادات التي تضمنها القانون حتمية لا مفر منها بسبب الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، معتبرين أن التهويل الذي تقوم به بعض الأطراف هدفه مآرب سياسية بحتة. نتمنى أن نتفهم والجميع يتفهم يعني هذه الزيادة لأن لا مفر منها. جاء في قانون المالية ليس كما يسوقه البعض من أجل كما قلنا مآرب مبيتة، جاءت إجراءات أكثرها أنها إجراءات رشيدة وفي نظرنا هذه الإجراءات صحيحة. نواب آخرون اعتبروا الزيادات إخفاقا من طرف الحكومة في تسيير الوضع المالية، فرض بعض الرسوم والغرامات والضرائب الجديدة على التي يتحملها المواطن ودون النظر إلى حجم هل يمكن للجبهة الاجتماعية أن تتحمل هذه الزيادات وهذا الارتفاع. ستكون فيه الأمور صعبة على جيوب الناس وعلى المواطنين البسطاء، لأن الموازنة جعلت منهم مادة خصبة لتعمير الخزينة. جلسة مناقشة قانون المالية غدا ستكون مما لا شك فيه ساخنة بين التشكيلات السياسية بفعل ما تضمنته مواد القانون المثير للجدل. فهل سيتكرر سيناريو السنة الماضية أم سنشهد مناقشة هادئة؟ دبلوماسيا، يشرع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمضان العمامرة في زيارة إلى المغرب لتمثيل رئيس الجمهورية في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد غدا الثلاثاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP22 بمراكش. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه استجابة للدعوة التي تلقاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من العاهل المغربي، قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في الاجتماع رفيع المستوى. أمنيا، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكة وطنية للتهريب والمتاجرة غير الشرعية بالقطع الأثرية النادرة تنشط على مستوى العاصمة والجلفة وبجاية. العملية أسفرت عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة إلى 40 سنة وحجز عدة قطع معدنية ونقدية أثرية وقرنين من العاج، بالإضافة إلى مادة الزئبق الرمادي وكذا آلة لكشف المعادن. أفراد الشبكة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراكة لتورطهم في جماعة تكوين أشرار المتاجرة وحيازة ممتلكات أثرية، حيازة وتهريب سلع أجنبية. في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها لا سيما الجريمة المنظمة منها، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في الجزائر من الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب والمتاجرة الغير شرعية بالقطع الأثرية النادرة والتي تنشط عبر محور ولاية الجزائر العاصمة بجاية والجلفة. التحريات التي قام بها محققو فصيلة الأبحاث مكنت من توقيف 11 شخص مدورة في القضية، بالإضافة إلى حجز عدة قطع نقدية معدنية أثرية، بالإضافة إلى قرنين من العاج ومواد تسوق على أنها مادتي الزئبق الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى حجز المركبات الأربعة التي تستعمل في هذا النشاط. كما سيتم تقديم الأفراد الموقوفون أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شراكة هذا اليوم. من جهة أخرى، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر التوتة بالعاصمة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، من بينهم رعيتان إفريقيتان يقيمان بطريقة غير شرعية، حيث تم حجز كمية من المخدرات تقدر ب 1.5 كيلوغرام من الكيف المعالج و 111 قرصا مهلوسا. تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتوتة في إطار مكافحة الإجرام المتجرة بالمخدرات المؤثرات العقلية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط على مستوى أحياء الجزائر العاصمة مكونة من 4 أشخاص، من بينهم رعيتان إفريقيتان
يقيمان بطريقة غير شرعية على التراب الوطني، حيث تم في هذه العملية حجز كمية من المخدرات تقدر ب 1.5 كيلوغرام على مستوى أحياء بلدية مرادية وسط جزائر العاصمة، كما تم حجز أيضا 111 قرص مهلوس. بالإضافة إلى ذلك تم حجز السيارة المستعملة في نقل هذه المخدرات واسترجاع مبالغ مالية معتبرة من عائدات نشاط هذا الإجرامي. سيتم تقديم الأطراف فور انتهاء من التحقيق أمام الجهات القضائية. صحيا، استقر عدد الإصابات الجديدة بمرض السكري بالجزائر في حدود 15 ألف حالة سنويا. الجزائر تحصي اليوم حوالي 4 ملايين حالة إصابة بالسكري بنسبة 10%، فيما لا يزال انعدام مراكز متخصصة للتكفل بالمضاعفات الكبيرة التي يسببها المرض يؤرق المرضى. خالد بدي. 10% هي نسبة إصابة الجزائريين بمرض السكري، هذا ولا تزال معاناة المصابين مستمرة بسبب انعدام مراكز متخصصة للتكفل بتعقيدات هذا المرض المزمن أخطرها القدم السكرية. عندما ديستريكت سبيسياليزي وحدات خاصة بالقدم السكرية في كل مستشفيات، مش غير مستشفى واحد ولا تسمى كاين بعتوه عنده متابعة، عنده رقابة اونكا 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 دومبيتاسيون، يكونوا دي سبيسياليست هما اللي يومبيتيوه، يقعدوا سبيتاليزي بلوس دان موا، دونك بلوس دان موا ياخذ دي ان لي باش بلوس دان موا. سي بور سا لي سيرفيس ديابيتولوجي يحاوزوا، السيرفيس شيرجي يحاوزوا، حتى يعني دوطر سيرفيس ما يقبلوش. لهذا حنا نطالبوا بهذه الوحدات باش تكون مخصصة للقدم السكرية. العادات السلبية كالتدخين وقلة النشاط البدني بالإضافة إلى السمنة تعد العامل الأساسي في الإصابة بالمرض. entre 10-20% pour le type 1 و 80-85% pour le type 2. إذا خذا سكريات يبدا يكف السكر والشحم ولا غريس يبا بخون دو بوا اي فا دوفيني اوباز، وهادو هما لي دو بوسيبيتي اللي حينتجوا لي مادي كرونيك، ما بينهم لو ديابيت اي هايبرتنسيون انتيريال. أهل الاختصاص يحذرون من تلاعب البعض بمشاعر المرضى بتسويقهم أعشابا وأدوية لا أساس لها من الصحة، الغرض الوحيد من ورائها ربح المال لا غير. في الختام، أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون يوم السبت بالجزائر العاصمة عن بطاقة جديدة تسمح بإجراء كل المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت وتسديد المشتريات لدى المحلات التجارية. وزيرة القطاع ذكرت أن بريد الجزائر بصدد إنتاج حصة أولى من 5 ملايين بطاقة بمعدل 1 مليون بطاقة في الشهر، ستوضع تحت تصرف المستعملين ابتداء من شهر ديسمبر المقبل. بهذا الخبر نطوي أوراق نشرتنا. يمكنكم متابعة قناتكم نوميديا على الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.